أعزائي الطلاب والطالبات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في دروس. موضوع درسنا لهذا اليوم أنظمة الإحداثيات في الصف الأول ثانوي، الفصل الدراسي الأول، المادة الفيزياء. سنتعلم اليوم أيها الكرام، أولا تحدد أنظمة الإحداثيات المستخدمة في مسائل الحركة. ثانيا تدرك أن النظام الإحداثي الذي يختار يؤثر في إشارة مواتر الأجسام. هذا أيها الكرام ما سنتعلمه في درسنا لهذا اليوم. سبق وأن درسنا مخطط الحركة ودرسنا تسيم النقط في الدرس الماضي. اليوم رح نربط بين هذه المصطلحات وأنظمة الإحداثية. أين تقع مدينة الرياض على خارطة المملكة العربية السعودية؟ في هذه الخارطة أين تقع مدينة الرياض؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد عليك من دراسة ما يسمى بأنظمة الإحداثيات وكيف نستطيع تحديد مكان جسم ما وموقع مكان ما وكذلك نقطة البداية التي نختار منها الانطلاق لتحديد مكان وزمان الجسم الذي أو المكان الذي نريد اختياره. بأي اتجاه تقع مدينة مكة المكرمة بالنسبة لمدينة الرياض؟ وهنا أيها الكرام في هذا السؤال كيف نستطيع تحديد مكان مدينة مكة المكرمة بالنسبة لمدينة الرياض؟ في هذا السؤال هنا نقطة مهمة جدا، بدأ لنا بتحديد نقطة مرجعية نعتمد عليها ثم بعد ذلك تحديد المنطقة التي يريدها. فمثلا هنا النقطة المرجعية هنا هي مدينة الرياض. فأين تقع مدينة مكة المكرمة بالنسبة للرياض؟ بالنسبة إلى الرياض كما هو معلوم مدينة مكة المكرمة تقع غرب مدينة الرياض. النظام الإحداثي، النظام الإحداثي أيها الكرام هو نظام وطريقة لوصف حركة جسم. كيف نستطيع وصف حركة الجسم؟ أول نقطة بتحديد ما يسمى بنقطة الأصل، ثم بعد ذلك ندرس الاتجاه الذي تزيد قيمة المتغير فيه. فمثلا هنا أيها الكرام يعرف النظام الإحداثي بأنه طريقة لوصف حركة الجسم بتحديد نقطة الأصل للمتغير الذي ندرسه والاتجاه الذي تزيد قيمة المتغير فيه. فهذا هو تعريف النظام الإحداثي، النظام الإحداثي. أما نقطة الأصل التي في النظام الإحداثي فتعريفها فيما يلي: نقطة الأصل هي النقطة التي تكون عندها قيمة كل من المتغيرين تساوي صفر. هذا منحنى الموقع والزمن. نقطة الأصل هنا النقطة التي عندها قيمة المتغيرين اللي هو الزمن والموقع تساوي صفر، فهذه هي نقطة الأصل لهذا المنحنى. فنقطة الأصل أيها الطلاب والطالبات تعرف بأنها النقطة التي يكون عندها قيمة كل من المتغيرين الموقع. الموقع أيها الكرام يعرف بأنه المسافة الفاصلة بين الجسم ونقطة الأصل، ويمكن أن يكون هذا الموقع موجبا. فلو أردنا حساب موقع الجسم هنا العدة سيكون موقعه أولا من نقطة الأصل اللي هي الصفر وبين الجسم اللي هي 30، فهذه هي الموقع والمسافة الفاصلة من نقطة الأصل إلى الجسم، وقد يكون هذا الموقع موجبا أو سالبا. هذا هو تعريف الموقع أيها الكرام، وبما أنه مسافة فإنه يرمز له بالرمز T.
يسمى جلوبال رن بي، وهو عبارة عن أي ساحة، ويكون هذا الموقع كمية متجهة لأنه ممكن أن يكون موجبا أو ممكن أن يكون سالبا. في هذا السؤال عزيز الطالب حدد نقطة الأصل على الشكل المقابل. من يستطيع تحديد نقطة الأصل على هذا الشكل؟ نقطة الأصل هنا أيها الكرام هي النقطة التي تكون فيها قيمة المتغيرين تساوي ماذا؟ تساوي صفر، وهي بالتالي تكون هنا. هذه النقطة هي نقطة الأصل. إذن في هذا السؤال نقطة الأصل لهذا المكان قيمة المتغيرين تساوي صفر. نأتي أيها الكرام إلى نوعين مهمة جدا من أنواع الكميات الجزيئية. الكميات الجزيئية تقسم إلى كميات عددية وكميات متجهة. فالكميات العددية يقصد بها، فمثلا لو أردت وسألت بعض الطلاب أو سألت أنفسكم من الطلاب في الزمن كم تكون الساعة الآن، قد تكون الإجابة تكون الساعة الآن الساعة الخامسة عصرا. هل الساعة الخامسة عصرا تكون شمالا أم جنوبا أم شرقا أم غربا؟ ما رأيكم؟ طبعا ليس هناك جواب للساعة تكون غربا أو شمالا أو جنوبا. لماذا؟ لأنها كمية عددية تحدد بالمقدار فقط. نقول الساعة الخامسة أو الرابعة أو السادسة وهكذا، ليس لها اتجاه. فهذه الكميات العددية هي الكميات التي يتم تعيينها بالمقدار فقط، بالمقدار فقط، مثل المسافة والزمن ودرجة الحرارة. أما الكميات التي تحتاج إلى مقدار واتجاه فهي كميات تسمى متجهة، كميات متجهة. فالكميات المتجهة هي الكميات التي نستطيع تعيينها بالمقدار والاتجاه. فكيف نستطيع التفريق مثلا بين المسافة والإزاحة وكلاهما له الرمز دي؟ المسافة هنا أيها الكرام يرمز لها بالرمز دي، أما الإزاحة يرمز لها بالرمز دي. كيف نستطيع التفريق بينهما الكميات المتجهة؟ هناك طريقتين. الطريقة الأولى إما بوضع متجه على أعلى الكمية الفيزيائية، وهذا معناه يدل على أن هذه الكمية متجهة. وإما الطريقة الثانية أن تكون أن يكون رمز الكمية بالبنط العريض، الخط العريض كما هو موجود في كتاب الفيزياء لدينا، يكون بالرمز بالبنط العريض هكذا، يكون بهذا الشكل. هكذا هذه كمية متجهة. أما بالبنط العادي دي فهي كمية قياسية، أو الزمن في كمية أيضا قياسية. هنا مثلا القوة تكون بالإف بهذا الشكل، نضع سهم على هذه الكمية الفيزيائية، أو التسارع بهذا الشكل أيضا، أو بالبنط العريض كما أسلفنا. والكمية المتجهة هي الكمية التي تعين بالمقدار. نأتي أيها الكرام إلى المحصلة، والمحصلة لا بد من معرفتها وحسابها حتى نستطيع معرفة اتجاه القوة أو الجسم أين يتحرك، أو ما هي القوة المؤثرة عليه، وأين يكون مجموع المتجه. فمثلا هنا المحصلة هي عبارة عن المتجه الذي يمثل مجموع متجهين، وتتجه دائما من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الآخر. ومثلا هنا هذا هو المتجه الأول والـ A، وهذا المتجه الثاني والـ B. لرسم المحصلة نبدأ من ذيل المتجه الأول اللي هو الـ A، من ذيله إلى رأس المتجه الثاني، إلى رأس المتجه الثاني اللي
باللون الأحمر هي المحصلة ويرمز لها الرمز R، وتمثل مجموع المتجهين، مجموع المتجهين هذه هي المحصلة، هذه هي المحصلة ويرمز لها الرمز R. إذن أيها الطلاب والطالبات، تعرف المحصلة كالتالي: عبارة عن متجه يمثل مجموع متجهين وتتجه دائما من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الآخر، إلى رأس المتجه الآخر. أتمنى أن تكون هذه النقطة واضحة لديكم أعزائي الطلاب والطالبات. سؤال: اختر الإجابة الصحيحة مما يلي من أمثلة الكميات العددية: A التسارع، D الإزاحة، B الإزاحة، C المسافة، وD القوة. من يستطيع الإجابة؟ الإجابة على هذا السؤال أيها الكرام، لاحظ أن جميع الكميات هنا أعلاها يكون متجه ما عدا كمية واحدة هي المسافة، فالجواب هنا هو السي المسافة تعتبر عدد. سؤال آخر: من أمثلة الكميات المتجهة التسارع، الزمن، المسافة، درجة الحرارة. يلاحظ هنا أن جميع الكميات الفيزيائية هنا بدون سهم أعلاها وليست بالمنط العريض إلا كمية واحدة هي التسارع. الإجابة الصحيحة هنا أيها الكرام هو التسارع. التسارع هي الإجابة الصحيحة. سؤال آخر: الرسم الصحيح الذي يمثل المحصلة هو الـ A أم الـ B أم الـ C؟ قبل الإجابة على هذا السؤال، لابد عليك من معرفة أو العودة إلى تعريف المحصلة: مجموعة متجهين تتجه دائما من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني. فما هي الإجابة؟ الإجابة هنا، نبدأ بالشكل الأول، المحصلة أخبرناكم أن رمزها هو الآر، تبدأ من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني. نبدأ بالبي ثانيا، هذه من رأس المتجه الثاني إلى رأس المتجه الأول. السي هنا من ذيل المتجه الأول إلى ذيل المتجه الثاني، فالإجابة راح تكون عندنا هي A التي هي من ذيل المتجه الأول إلى رأس المتجه الثاني. أيها الكرام، تعلمنا اليوم في درسنا أولا النظام الإحداثي وما هو تعريفه، نقطة الأصل وهي النقطة التي تكون عندها قيمة المتغيرين تساوي صفر، الموقع والذي يرمز له بالرمز D، الفرق بين الكميات المتجهة والعددية، والمحصلة التي يرمز لها بالرمز R، وهنا المحصلة R يرمز لها بالرمز R، والموقع يرمز له بالرمز D. هذا هو كان ما كان لدينا في درسنا لهذا اليوم. أعزائي الطلاب والطالبات، مراجع درسنا لهذا اليوم في الصف الأول ثانوي، معجم الفيزا المصور، الفيزا للأدباء، سلسلة التخطيط وسلسلة الفاجات التعليمية. للتواصل أو المزيد من الدروس على موقعين أو حساب عين في تويتر أو الهاتف المجاني. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.